أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وأكدت الوزيرة أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.